مشاهدين مرحب فيكم في سحرنا النهارده. سحرنا هيكون سريع وخفيف واكيد هيكون لذيذ معاكم انا وانتوا والشيف سليمان هنجهزه مع بعض. اهلا وسهلا يا شيف. اهلا. كيف الحال؟ هلا سهلا. هنعمل سحور ولا مش هنعمل؟ اكيد ان شاء الله. هنعمل ايه طيب؟ رح نعمل فتة باذنجان. فتة باذنجان؟ ايوه. وهيكون معانا خضره ولا فاكهه؟ انا بفكر بالخضره اليوم لان الفتي بدها خضره. طيب هنشوف. خلينا نعرف المشاهدين بالمقادير. هيكون معانا هنا باذنجان وهنا لبن زبادي. زبادي وهنا طحينه ملح صنوبر ليمون. ليمون انا افتكرته زيت. لا ليمون. ليمون عصير ليمون وخبز مقلي. خبز مقلي مقطعينه صغير وقليناه وهنبدا دلوقتي. يلا بدنا نقلي الباذنجان. طيب انت عايز دلوقتي اعمل ايه؟ ممكن اخلص ديني. احط الطحينيه. الطحينيه وحط اللبن فوقها. اللبن فوقها. هاتي. تفضل. ايوه. وادي اللبن. سلام. نقلبهم مع بعض. نقلبهم. احط شوية ملح والليمون. معلقة ملح. ايوه والليمون. معلقة ملح واحدة. ليمون كله ولا؟ اي كله. ليمون كله. هادي الليمون. خلصنا من دول. نقلبهم زي كده. انت بتعمل ايه؟ بقلب الباذنجان بس مشان يتحمر. بقلب فيه. طيب ادي طحينيه واللبن. الفته بيعملوها كده؟ ايه فته باذنجان. هلا في شوفي الفته انواع. مظبوط. عرفتي في ناس بتحط خبز مش مقلي، في ناس بتحط خبز مقلي. مقلي هو احلى يبقى مقلي. شفت كيف احنا بنعمله بالطريقه هاي؟ اللي ما بعرفها بتعرف على الطريقه هاي. جميل يا شيف. شفت كيف؟ طيب دلوقتي انا خلصت. ايوه يا ريت شويه ميه لانها بقت تقيله. يلا حركي كده. ايوه يا اصاله. ايوه يا شيف. شفت ازاي؟ اسرع اسرع. ها يلا سلام. بس خلاص ايوه كده بقت اخف شويه. هذا نحطها على الفته. ايوه. طيب بس عايز لهم وقت صح؟ ايه لازم يتحمروا. سيبهم يتحمروا على حلقهم وانا هنا اقلب. طبعا لازم. خلصنا من دي. لازم نقلي الباذنجان بزيت حامي عشان ما يشرب زيت. معلش يا شيف تعيد المعلومه تاني. الباذنجان ايه ما ننزل الباذنجان على الزيت اذا ما كان حامي. مظبوط. نحمي الزيت. ايوه. نسيبه يسخن. يسخن مظبوط. بعدين ننزل الباذنجان عشان ما يشربش الباذنجان الزيت. ايوه. لما يكون سخن ما بيشربش صح؟ طبعا. جميل. ولما يتحمر بيطلع منه الزيت كمان. ولما نحطه هناك كمان. ايه انا حطيت هنا. ايوه الزيت اللي في الباذنجان. خلصت انا من الطحينه والزبادي. ايوه. وحطيت ملح حطيت ليمون. اها تمام. دلوقتي ايه شو بدك تقدمي مع ال؟ هقدم وادي الخضار. سلام يا سلام. شو الخضار الحلوه هاي؟ الفج الاحمر وخيار. حطيتي ملح؟ حطيت ملح. خلصنا من الملح خلاص صح؟ ولا هترش رشة؟ لا خلاص خلاص خلصنا منه. وادي الملح. بقى عندنا الصنوبر. الصنوبر هنحطه اخر حاجة. اخر شيء. اخر حاجة لما نخلص. طبعا الصنوبر احنا محمرينه مش نايم. هلا وادي الباذنجان اتحمر. يلا يا شيف بسرعة. يلا يلا يا اسالة. حمرنا الباذنجان. شايفي؟ صار لونه ذهبي هيك. هنحطه بعدين هنا؟ لا بنحطه فوق الخبز. فوق الخبز المحمص. اه والطحين عليه. الطحين عليه والصنوبر. اهلا اهلا يا لبنه. اهلا وسهلا. وادي اللبنه. شوف الزينه دي. ايه رايك في الزينه؟ سلام. مش انا اللي زينتها. مين؟ انت. عشان تعرفي اني بجهز لك الشغلات هذه عشان ما تتغلبي. هنحطها دلوقتي فوق الخبز. طبعا الخبز خبز عادي عربي قطعناه وحمرناه وقليناه بزيت. وقليناه نفس طريقة زيت. البتنجان نفس طريقة البتنجان. وادي البتنجان فوق الخبز. وبعدين هنعمل ايه؟ نوزعهم. نوزعهم على جنب. ونحط عليهم الطحينة مع الزبادي والليمون. مع الليمون شوية ملح. معلقة ملح صغيرة. وادي شو مع الوش كده.
لميل. سلام. كلهم كلهم شفتين نوع؟ ايوه كتار. اتفضل. وهي خلصنا كده رشة زيت زيتون. رشة زيت زيتون وخلصنا وخلصنا. هلا رشة زيت زيتون، في ناس تحب تحط سمنة، في ناس تحط زبدة. بس اخف حاجة الزيت زيتون. زيت الزيتون بتعرفي سحور الواحد بده معدته تضل خفيفة. نعم. خلصنا من سحورنا النهارده، كان معانا فتة باذنجان، وكان معانا طحينية والصنوبر، وهنا لبنة مع نعناع، وهنا شوية خضرة حضرتها لك يا شيف. شكرا ليك، يسلم ايديك على السحور. صحتين. صحتين علينا وعليكم. شكرا ليكم للمتابعة، صيام مقبول، وإلى اللقاء.